الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيكم، وأن يكون معكم في كل أموركم، كما نسأله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. وبعد، عندنا في هذا اليوم حديث صلح الحديبية، وحديث طويل، إن رأينا الوقت معنا وإلا قسمناه قسمين، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه من علم وفوائد. فليتفضل القارئ بارك الله فيه ليقرأ علينا هذا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وأشعر وأحرم منها بالعمرة، وبعث عيناً له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه، قال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد رضي الله عنه حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي،
ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشًا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولًا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك به وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدون عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم:
قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك،
نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فنحر قبل أن يحلق، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. ثم جاءه نسوة مؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله تعالى فيهن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رضي الله عنه رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور الرحيم. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن كلاما يكلمها به، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة يملكها، وما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
على النساء إلا بما أمر الله. هذا الحديث حديث عظيم، فيه ذكر قصة الحديبية، وهي قصة عظيمة قد رواها الزهري عن عروة بن الزبير، وعروة رواها عن جماعة من الصحابة، دخل حديث بعضهم في بعضهم الآخر، وفي هذا دلالة على جواز التنسيق بين الحديث الواحد وضم بعض أخباره إلى بعضها الآخر. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني سنة الحديبية، وهي السنة السادسة من الهجرة. والحديبية مكان في أطراف مكة بعد حدود الحرم، وسميت تلك السنة بعام الحديبية لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بها قبل الصلح. قال: في بضع عشرة مئة من أصحابه، قرابة 1400 رجل الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ذكر ما يتعلق بعمرة الحديبية. قال: فلما كانوا بذي الحليفة، وهو الميقات لأهل المدينة، سمي بهذا الاسم لنبات الحلفة فيه، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، أي أخذ حبلاً ووضع نعالاً في طرفي الحبل، ووضع على نياقه التي يريد أن يهديها إلى البيت هذه القلائد، وأشعر، بمعنى أنه أخذ السيف فجرح جانب السنام حتى خرج منه دم قليل. وفي هذا مشروعية تقليد الهدي، وهذا محل اتفاق، وفيه أيضا مشروعية الإشعار بجرح سنام البعير المهدى، وجمهور أهل العلم يرون استحباب ذلك، وخالفهم الإمام أبو حنيفة ورأى أنه من تعذيب الحيوان، ولكن الذي يظهر أن الحيوان لا يتعذب بذلك، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فيه، وكأن أبا حنيفة لم يبلغه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحرم بالعمرة، وفي هذا مشروعية الإحرام للعمرة من المواقيت. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتحسس الأخبار ويكون عينا له، فمن قبيلة خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ غدير الأشطاط، فجاءه هذا الرجل الذي أرسله عينا، فقال: إن قبيلة قريش قد استعدوا لقدومك، وهم قد تحالفوا على أن يردوك عن البيت، وقد جمعوا لك الجموع الكثيرة والجنود العديدة، ومن ذلك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. حينئذ خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس أشيروا علي. وفي هذا مشروعية طلب المشورة، حتى ولو كان الإنسان عنده من العلم والرأي ما يفوق به غيره. وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يختار طريقا يذهب به إلى عيال المشركين وأموالهم، ويكون هذا فيه مجازات لهؤلاء، أو أنهم يقومون بالسير في طريقهم ويستمرون في أدائهم للعمرة، فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. فأشار عليه أبو بكر بأن يمضي في عمرته، فإن مكنوه من العمرة أداها، وإن منعوه قاتلهم حتى يصل إلى البيت، لأنهم حينئذ بغاة صدوا من أراد أن يأتي بالعمرة. وقال له تعليلا لهذا:
أنت لا تريد قتل أحد ولا تريد حرب أحد، فتوجه لما أردت من أداء العمرة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشور، فقال: امضوا على اسم الله، وفيه الاستعانة بالله عز وجل على ما يؤديه الإنسان من الأعمال، حتى إذا كان ببعض الطريق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد قد وصل إلى مكان يقال له الغميم، ومعه طائفة من قريش على بعض الخيل لهم طليعة، ولذا أمرهم أن يجتنبوا طريقه، ولذا قال: فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، بمعنى أنهم وصلوا إلى هذا المكان الذي أصبح غبار جيش النبي صلى الله عليه وسلم يغطي السماء فوق خالد ومن معه، وحينئذ أسرع خالد راجعا إلى قريش يخبرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسير حتى إذا كان بالثنية، يعني المرتفع الذي يهبط عليهم منها بركة، أي نزلت وجلست ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لم يكن الناس يريدون هذا من الناقة، أرادوا أن تواصل المسير لأداء العمرة، فقالوا لها: حل حل، بمعنى أنهم يقيمونها لتكمل مسيرها، لكنها رفضت طلبهم ولزمت مكانها، فقالوا: خلأت القصوى، يعني أصبحت تمتنع من الطاعة ولا تطيع أمر أصحابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، أي لم تمتنع من الأمر، وإنما هو تقدير من رب العزة والجلال، وليس العصيان بخلق لهذه الناقة، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني صلحا إلا أعطيتهم إياه، ولا يسألونني خطة، أي خصلة من خصال الصلح يعظمون فيها حرمات الله، إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة فوثبت، فقال: فعدل عنهم، أي مال عن قريش حتى نزل بأقصى منطقة الحديبية على بئر فيه ماء قليل ويتبرضه الناس، بمعنى أنهم يأخذون منه الشيء القليل، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا، أي بادروا هذا الماء فأخذوا ما في هذا البئر. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وجود الماء، وخشوا على أنفسهم من العطش، حينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه في البئر، وحينئذ فاض الماء من هذا الثمد، فما زال الماء يأتيهم ويرتوون منه حتى ارتووا جميعا وسقوا بهائمهم وملأوا ما معهم من الأواني من ذلك الماء. وفي هذا بيان ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة، وفيه نصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك، إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي، خزاعة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صداقة وصحبة، ولذا قال: وكانوا عيبة نصح، يعني أنهم موضع نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فهم
يأتمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. ولذا كان من بنود الصلح أن خزاعة يدخلون في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر يدخلون في صلح قريش. فقال بديل ابن ورقة: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية وهم أعداد كثيرة، ولن يمكنوك من الذهاب إلى البيت، ومعهم العوذ المطافيل، يعني الإبل التي قد امتلأت أجوافها من الألبان، وبالتالي حتى ولو طاولتهم مدة طويلة فلن تتمكن من أن تجاوزهم أو تظن أنهم سيسأمون أو يجوعون بصدهم لك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبديل: إنا لم نأتي لقتال أحد، وإنما أتينا إلى العمرة، وبالتالي ليدعونا نؤدي النسك في هذا البيت. ثم إن قريشا قد أتعبتهم الحروب وقتلت منهم رجالا كثر، وبالتالي إن كانوا عقلاء فليجعلوا بيني وبينهم صلحا نترك القتال فيه لمدة من الزمان، وهذه المدة يتركوني وباقي قبائل العرب، فإن كانت القبائل قد انتصرت علي فقد كفاهم الله الأمر، وإن هدى الله الناس ودخلوا في هذا الدين فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا فإنهم قد جموا، بمعنى أنهم استراحوا من هذه الحروب في هذا الوقت. وأما إذا رفضوا الصلح فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى ولو قدر أن جميع من معي إما ماتوا أو تركوني، حتى تنفرد سالفتي يعني عنقي في قتالهم، بمعنى أنني سأستمر في قتالهم ولن أنسحب، ولينفذن الله أمره. فقال بديل: أنا سأبلغهم، يعني برغبتك في الصلح، ولعل الله عز وجل أن يقضي ذلك. فذهب بديل بن ورقاء حتى أتى قريشا فقال: أنا جئتكم من هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول قولا أريد أن أبلغكم إياه. حينئذ قال السفهاء: لا نريد أن نسمعه وسنصده ولن نمكنه من البيت. فقال العقلاء وذو الرأي: لنستمع ما يقول ونتخذ من الرأي ما يتناسب معه. فقال بديل: سمعته يعرض عليكم الصلح وترك القتال، وحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ قام عروة بن مسعود الثقفي من قبيلة ثقيف، الأول من قبيلة خزاعة وهذا من قبيلة ثقيف، كأنهم لما كانوا من قبائل أخرى يسمع منهم في مفاوضات الصلح ما لا يسمع من قبيلة قريش. فقال عروة بن مسعود: أنا معكم وأصبحت كأني واحد منكم يا قريش، وبالتالي أرسلوني وسآتي لكم بالصلح الذي يكون لصالحكم. فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ أنتم بمثابة آباء لي، وأنا بمثابة الولد لكم، وبالتالي هل تتهموني؟ قالوا: لا، لا نتهمك. وقال لهم: ألستم تعلمون في يوم من الأيام أنني ناصرتكم حتى أنني ذهبت إلى أهل عكاظ وطلبت منهم أن يناصروكم، فلما امتنعوا ولم يوافقوني جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ وهذا دليل على أنه يناصرهم ومعهم. قالوا: بلى.
قال فإن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد صلح جيد، فحينئذ اقبلوا هذه الخطة واجعلوني آته حتى أفاوض عنكم. فقالوا اذهب إليه. فذهب عروة بن مسعود الثقفي فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرض على هؤلاء القوم خطة رشد، يماددونني مدة عهد بيني وبينهم نترك القتال، فإن قريشا أنهكتهم الحروب. فقال عروة عند ذلك يا محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك قتلت قومك جميعا، فحينئذ مسبة عليك أن يتحدث الناس بأنك قد قتلت قومك، وهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وقام بإفناء قبيلته قبلك؟ وإن تكن الأخرى يعني لو قدر أن قريشا انتصرت عليك فهذا هو الذي أتوقعه. ثم قال هؤلاء الذين معك لن يناصروك، ولا أرى وجوها ورجالا لهم مكانة ومنزلة، وإني لا أرى أشوابا يعني أخلاط من الناس خليقا بهم أن يهربوا ولا يناصروك ويتركوك ويدعوك. حينئذ كان أبو بكر حاضرا، فقال أبو بكر حمية لله أمصص بضر اللات. بضر اللات يعني فرجها، والبضر قطعة من فرج المرأة. فكأنه يقول له هذا الكلام غير مقبول، وبالتالي أنحن نفر عنه وندعه؟ فحينئذ قال عروة بن مسعود من ذا، أي من هذا الرجل المتكلم بهذه الكلمة؟ فقالوا هذا أبو بكر. وكان أبو بكر له فضل على عروة بن مسعود في الجاهلية، ولذا قال عروة بن مسعود أما والذي نفسي بيده لولا يد يعني فضيلة وإحسان كانت لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك وتكلمت بكلام مثل كلامك. حينئذ بدأ عروة بن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز إجراء المحادثات في الصلح، وفيه أيضا الرد على المقالة التي تستهين بأهل الإسلام وتستقل من مكانتهم. فكلما تكلم عروة كلمة أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة بن شعبة الثقفي وهو من قبيلة عروة بن مسعود واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحميه، فكلما مد عروة يده قام المغيرة بن شعبة بضرب يد عروة من أجل ألا يمد يده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عروة معه السيف وعليه المغفر غطاء الرأس، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة يد عروة بنعل السيف يعني أسفل قرابه، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ فقالوا هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة، فانظروا كيف حام عن رسول الله ضد رجل من قبيلته. فقال المغيرة أي غدر، أي أنت الرجل الغادر الذي لازلت أسعى في آثار غدرتك. وذلك أن المغيرة بن شعبة خرج مع جماعة إلى سفر إما الشام أو مصر، وبينما هم عائدون ومعهم تجارة قام المغيرة فقتلهم، قتل أصحابه في هذه التجارة وأخذ أموالهم، وذلك قبل إسلامه. فبينما هو كذلك خشي
من أن يقوم أصحاب وقرابة هؤلاء الرجال المقتولين عليه، ولذا أسلم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، والواجب رده لأهله. ثم إن عروة جعل يلتفت ويتفقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فقال فرأى أمرا عجيبا، رأى احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأمرهم بأمر إلا ابتدروا إليه، بل لم يتنخم بنخامة إلا ابتدروا إلى تلك النخامة يتبركون بها. وفي هذا بركة ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من الطاهرات، فكانوا يدلكون بها وجوههم وجلودهم، وإذا توضأ أخذوا بقية وضوءه ليغتسلوا به، وكانوا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا له، وإذا أرادوا أن يتكلموا عنده خفضوا أصواتهم، وكانوا لا يحدون النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عروة بن مسعود إلى قريش فقال: أي قوم، لقد رأيت أمرا عجبا، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. وفي هذا تعظيم مقام النبوة ووجوب احترام ذلك المقام. ثم ذكر لهم ما شاهده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد، أي صلح، فاقبلوها. حينئذ قال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فذهب هذا الرجل الكناني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه قال: هذا الرجل من قبيلة يعظمون الحرم ويعظمون الهدي والبدن التي تهدى إلى البيت، ولذلك ابعثوها قائمة من أجل أن يعلم أننا إنما أتينا لأداء النسك، وبالتالي يكون هذا من أسباب معرفته بالهدف الذي قدمنا من أجله. فبعثت البدن له، واستقبله الناس يلبون لبيك اللهم لبيك محرمين، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وفي هذا جواز إظهار الطاعات متى ترتب على ذلك مصلحة شرعية. قال: فلما رجع الرجل الكناني إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. حينئذ بعثوا رجلا آخر، لعلنا نكمل ما يتعلق بهذا الحديث وشرحه وبيان أحكامه في الغد بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.